بعد هجمات إيران غير المسبوقة ضد إسرائيل، قرر الرئيس جو بايدن إرسال منظومة ثاد ومشغليها لإسرائيل لمساعدتها على تعزيز دفاعاتها الجوية، مع أنها ليست المرة الأولى التي تصل بها هذه المنظومة لإسرائيل، فقد سبق لواشنطن إرسالها مرتين، أولها عام 2019 والأخرى كانت عقب هجمات 7 أكتوبر من العام الماضي، لكن دون نشر جنود لتشغيلها. إذن تشغيل المنظومة و100 جندي أمريكي الجديد بهذا الموضوع، والذي أثار حفيظة إيران التي هددت وتوعدت إسرائيل على لسان قائد حرسها الثوري حسين سلامي قائلة: سنوجه ضربة موجعة لإسرائيل وثاد ستكون عديمة الجدوى. إذن بدايتنا من تهديد الحرس الثوري الإيراني وآراء المختصين، ونبدأ بهذه ردود الفعل من قائد الحرس الثوري قائلا: سنرد بشكل مؤلم إذا ضربت إسرائيل منشآتنا بأي مكان. ننتقل مشاهدينا إلى وزير الدفاع الإيراني الذي علق على منظومة ثاد الأمريكية والتي وصلت إلى إسرائيل قائلا: ثاد ليست جديدة ولا تمثل تهديدا كبيرا لقدراتنا العسكرية، وكأنه يقلل من أهمية هذه المنظومة المهمة جدا والقوية. ذات الوزير وزير الدفاع الإيراني كان له أيضا تصريح آخر، قال: نشر منظومة ثاد في إسرائيل مجرد حرب نفسية ولا علاقة لها بالحرب العسكرية أو الأمنية على أرض الواقع. الآن ننتقل من المسؤولين إلى الخبراء. خبراء علقوا وقالوا: منظومة ثاد تعمل خارج الغلاف الجوي وتصطاد الصواريخ الباليستية. خبراء آخرون قالوا: تزويد واشنطن لمنظومة ثاد يؤكد أن الرد الإسرائيلي آت لا محالة.